أرحب الآن بالزميل والكاتب الناقد الرياضي الأستاذ عوض رجعان من الساحل الغربي، من هناك من جدة. مساء الخير أبو سلطان. مساء الخير، ومساء الخير عليك على سلطان اللي جمعتنا بيه اليوم. احنا من زمان ما شفناه، من ايام سالم جبريل كان يلعب معاه سنتر. اوه، قبل 30 سنة. لا لا، عبد الله جبريل، لا اكثر. سالم عبد الله السويلم الله يرحمه. عبد الله السويلم برضه جبريل لعب معك في لاعب الجبريل كان متوسط دفاع. شفت سالم الجبريل ذاكرتي كويسه الحمد لله. طيب ابو سلطان، اليوم عندنا العديد من المواضيع والقضايا والاخبار والمباريات، لكن راح يعني اسالك في البدايه عن القرارات الانضباطيه اللي صدرت اليوم بحق سلمان الفرج ورفض البطاقه الصفراء، وكذلك ايضا او رفض سحب البطاقه الصفراء اللي منحت للكابتن سلمان، وكذلك ايضا القرار الاخر بغرامه نادي الاهلي وتغريم النادي الاهلي 150,000 ريال. لجنه الانضباط انا في وجهه نظري يبغى لها انضباط، لانه في اشياء بتصير فيها غريبه جدا. كيف؟ يعني مثلا مباراه الباطن والهلال الفيس الكل شافوا، بلكن العقوبه ممكن اكثر من عقوبه المقهوي لاعب النادي الاهلي. نفس الحركه ونفس الاسلوب، ممكن المقهوي كان بدفعه بسيطه، احنا ما بندافع عن ذا ونتهم ذا، الفيس اللاعب النادي الهلال، ولكن تغاضت عنه لانه وقفت ادوار. انا بتكلم عن نادي الهلال في الجزئيه هذه، بس حبيت اقارن لانه كان يعني لجنه الانضباط عندها مشكله، انه زي بعض الحكام السعوديين ما يعمل بلنتيين على فريق واحد نادرا، مع انه يكون ارتكبوا نفس الخطا على عكس الحكم الاجنبي. انا اللي اقصده في مشكله في اداره نادي الهلال، اذا كان الفيس وادوارد وشفت والان سلمان الفرج، في مشكله في اداره الفريق بصراحه. لانه اذا كان لاعب محترف، انا اتصور ادواردو اغلى لاعب في الدوري السعودي الان، اتصور في وجهه نظري، اذا كان بهذا التصرف ومباراه وفي الدوري، يعني الفريق لو خسر المباراه، لو تعادل، طيب المباريات الجايه الايقاف هذا، عرفت مين يدفع تكاليفه؟ سلمان الفرج تكاليف الفريق، لاعب زي ذا صراحة لاعب مهم، والكابتن سلطان ما قصر قال قائد وقدوة. في لائحة داخلية تطبق في النادي. والله أنا أشوف، أنا أقول لك السبب الرئيسي، إنه بعض اللاعبين بالذات الأندية الجماهيرية، ممكن استثناءات بسيطة، إنه ما بتدفع للاعبين رواتبه أول بأول، فاللاعب يقعد يعمل زي كذا، يقول لك أول الدنيا راتبي. ولا بالله بالمنطق وبالعقل، لاعب في دوري مكلف وفريق دافع ملايين وعليه ديون، الأندية السعودية كلها تشتكي من ديون، واجي أنا يعني مباراة انتهت خلاص، ولا إدوارد العقوبة حتى حقت إدوارد ما كانت تستاهل يعني. لا، وخصوصا أنك أنت الآن تتحدث عن الدور الثاني والمنافسة، أنت شايف أربع فرق، أي تعادل أي خسارة، تعادل وخسارة الرابع يصير الأول، واثنين من أبرز اللاعبين في الهلال. ولا وبعدين أنا عشان كده قلت لك إدارة فريق، كابتن سلطان فاهم وعارف، يعني إدارة الفريق فيها مشكلة. إذا مو لاعب، إذا لاعب قول هذا اللاعب كذا، لكن لما يكونوا ثلاثة لعيبة، طيب ألفيس هذا لو لجنة الانضباط اللي كان يبغى لها انضباط لو عاقبته مباراتين. بس كيف تتدخل أبو سلطان إدارة الفريق؟ يعني وهذه تعتبر هي أخطاء فردية، أخطاء شخصية من اللاعب نفسه. الفريق تيم وورك، اللاعب يعرف إيش اللي له واللي عليه، وصدقني اللاعب يعرف إذا كان في البنش في إداري متمكن، في مدرب قوي ومحاسب، صدقني ثلاثة لعيبة في خلال فترة واحدة، يعني ما في تباعد في 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 في, في الزمن أو في الوقت. طيب، عشان كذا أنا بقول لك هذا تحليلي أنا، وهذا شيء واضح لما تتكرر الأخطاء ومن اللاعبين، وأخطاء يعني واحد بعد المباراة، واحد مباراة أنت فايز فيها، يعني في أشياء ما هي مباراة مثلا تنافسية وفي وسط المباراة ولاعب اعتد عليك ورديت عليه، يعني في أشياء الكل بيعرفها، ما يعني ما يحتاج إن أنا أفسرها. طيب، بعد القرارات